مساء الخير ابو الوليد، تحيه طيبه لك مشاهدي برنامج ملعب اس بي سي. اليوم الافراح العربيه تعود في ارجاء الدوحه بعد تاهل المنتخب المغربي لدور ال 16. الاجواء ابو الوليد ما احكي لك، العالم محتفله من وراي مستانسه بوصول المغرب لدور ال 16 مع عدد من الجماهير العربيه السعوديه المغربيه. ارحب فيكم التونسيه ايضا، مبروك تاهل المغرب. الله يبارك بامرك. اول شيء انا السعودي وبعت سيارتي عشان اخش القطر واحضر المونديال، ودعم للسعوديه عشان مباراه المنتخب. كنت في البدايه داعم للسعوديه، خسر السعوديه حولت على العرب. كمل على العرب. اكيد اكيد لازم، كلنا واحد، كلنا واحد، دمنا واحد. مبروك ديما المغرب. اخوي الله يبارك تأهل تاريخي. ورا تاريخي تاريخي، هذا التاهل الثاني من بعد التاهل الاول في 86. 86 يعني المعظم هنا وقيله ما كانش باقي ما كاين حتى واحد عايش. يعني من بعد 36 عام تحقق لنا هذا التاهل الثاني، والحمد لله الحمد لله. يعني ولكن عن جدار والسحق. جميل الوليد.